بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. أبو ذر الغفاري: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر محمد رسول الله. ودرسي لها أنا كبرا من كتاب فيها صور من حياة الصحابة، وأنا درسي لسديد إيا وباطناته، وأنا مكانا يا درسي كفروات كسا صن تاريخ نولولات كي صحابة جليل كأه اللي لهدو أبو ذر الغفاري. أبو ذر مجيء السواحل إلى هذا جندب ابن جنادة. جندب ابن جنادة وحكم ذي صحابة النبي هو عنك أهو آدي آد الله كرمه ومقعيضات، وحنا كمدها من السابقين إلى الإسلام. دكي إسلام كفسو هوريي وكمد أهم وقوض الشيء قلض ليلة وغفاء أي وقوض الشيء. ونبق عليه الصلاة والسلام وأدعيي غفار غفر الله لها، غفار إلى هيا أذن بدافر، وأسلم سالمها الله أسلمني إلى هيا نبق لي وكيلها. نبق عليه الصلاة والسلام أبو ذر الغفاري مركا سوى نكسمه دكتور كأوغاها اللي تاريخ ديسي. رسولك عليه الصلاة والسلام هو أماني وكو أماني إنو أها نثل اللوء ورشاك بغن إنو أها، وحوي لما أقلت الغبراء مد بارك له محن بارين، ولا أولت الخضراء مد عقارن مهوسين من رجل 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 كو أصدق كر شيقد بضن من أبي ذر أبي ذر حقي كر شيقد بضن محمد. قاله هذا كان وحايري محمد محمد بايري رسول الله إلهي رسول في السلام. رسولك عليه الصلاة والسلام صحابي السمد والباء وكو أماني جري صفو ناكسا ومركا صحابي جانا وعان كوية هاي صفات. أبي ذر الغفاري أصيبه أمانا يوقو يري تي بورك لهيد وأرلبا ما حنبارين تي عقارنادن ما إيسان هوسنين وسمد ندع عقارن. الغبراء والأرض ويان، الخضراء السماء ويان، كما عموه وحويان أرلضا ما إيسان حنبارين سمدان ما إيسان هوسنين ننكر شيئ بدن أبي ذر الغفاري. أما وين ويان ونبق عليه الصلاة والسلام أبي ذر أكو أمانا يئنو يهينين صادق أهو اللوء وإسكا إلى اليوبينتا كرم شيبو أقواشا كرم شيبو عقيدة كرم شيبو أفعاشا ننعنكا إنو يهيب رسولك عليه الصلاة والسلام كو أمانا. في وادي ودانا ودان ماشى ليلة بوادي بيلا لحدي الذي وادي غاسو يسيرو حريرنا يوم مكة مكة بالعالم عالمك لا حريرنا عالمك الخارجي دبد اللون سبيي وادي قاعد حديثا. كانت قبيلة غفار قبيلة غفار أي أهانجت تنزل تي دبيسو
أبي ذر وحو كان الشيء قبيلة ليرة غفار قبيلة غفار ليرة وحي الدقينات وادي ودان ودان ماشى الغمر على وادي غيري أي دقينات وادي غاسنا مركة وحو أها وادي أو مقالة مكة لحريرين آيو دبدا عالم كخارجي لحريرين آيو ديل الروائن دبدا لوغين هذا مقالة مكة أما هديل الروائن دبدا لوغان فقه مقالة مكة وادي ودان ليرة هذا لمرجر معنا ولذلك قريش قنع ستضر مركي ربان عرق الشام إني آذان مريك ووقوءها وادي ودان مركي كسر لابان آيان نسيد الصوت مركا وادي وقوءها وادي مقالة مركا كسر حرة عالم كخارجي كسر حرة أيوه مركا أيضر البادية إسكاء حدانه موقع أيضر دقنايين مركي لفي ريورير غفاء وقوءها موقع استراتيجي أيوه ماشا أيضر ديغان كودعوها محاي مركا كورقنايين أيضر وكانت غفار غفار وحي أهل تعيش تي كنولانيس من ذلك كا حقي كنولانيس كي النزر الشيقة نزر قاسو اليسير آيات الذي نزر قاسو تبذل أي بيبيس مرحبا هو لذيقة أما النزر واسكمده لها غفار القوافل سفريدة أي أبيبيس التي قوافش أصار تسعى صعطه بتجارة قريش قريش تجارة إذن الله صعطه ذاهبة حال أيتهي تيسو لاوانيسو قوافش آليس أمره حال أيتهي تي آليسو إلى بلاد الشام آليسو أو آيبة حال أيتهي تيسو لاوانيسو منها من بلاد الشام كسو لاوانيسو غفار وكل شيء أبي ذر وحيكنه لانجرتين وحير وأيسين جرين سفري ذا أيقى صامر عن ديغان كولي والله صعطه قريش جنعسي قيبي قوافشة صامرنا آذي سو بلاد الشام مرنا بلاد الشام كسو لاوانيس معناها يعني وحلقوا مغاعوا إسباردي وكالي أما لعقها باتك أما اللي جدلوا مغاعوا أي إساقنا ولاية نمان مركا ما إسان إهين وحوالات بقضوا أما بيرت تعبدوا ما إسان إهين ماشاس أو استراتيجي دي إسكدقنايين مركا قوافش هلكا صومر تيكا قادن جيرين حوالا لعقا عشور وكالا أيكا قادن جيرين لعجها اسمك لعجها يرمى يسمى هنا لعجها أيجا ملوش رقف لم بيهت وحي أيجا الربان والله شاهان أي الربان بيك قادم شيء هدي لودي وح أيجا الربان والقوات كيو أيجا نبت كوي قوات كينا هنا وي بدنح شيرين بقى وضري لما حن إرادي قاطع الطريق توص بين قن شيرين ويدنح شيرين دتك هدي لودي ده وح أيجا الربان تيبو مركت الماما وربما وحال أركا كانت غفار عاشد عاشد غفار إني نولاته من قضع الطريق ودد الجويد حقي إني كان نولاته الله أركا على هذه القوافل إنا أي كجوسو إذا قلتي هي قوافش لم تعد أي سنسين قوافشها غفار ما أي سنسين ها يرضي رالي قلنا يوم آغا ها غفار رالي قلنا وعطاقن كأو موريانتو أي ليداي وحي أيبو ربان هدان لسينين ويقعي عندك سفريدا مركا قارنا مركا وحي أيبو لسين جرماء ها وحاويان وحي كنو لانايين وحي توسعو دعامبا ها قوافشا وحي أيبو قوستين oo leejahan ay u goosteen in la siiyo hadii aan la siinin waxa dhamay ba la wareegi jireen oo dhici jireen sidaas ay isaga noolaayeen qolada la yiraahdo gifaar oo uu ka dhashay abidar al-gifaar oo ka dhashay
أبي ذر مركا أصيغا أركتدا اسم قبي مساء أركتدا موصان قبي قالوا حديد دبي عدو دا أي ستة حي أي موريان يهين أي إسباريستيال يهين وحاسورو وقالوا دا شخص كبا شيء وحدانا أن كفكر أهين قالوا دا طيب أبو ذر مركا إنك استو قبيلة دا أصيغا وكبا شيء لكن كوضا أصيغا أهان أصيغا وكدنا أو كفكر موصان أهين قبطان موصان أهين وكان جندل جندبه أها جندبك ابن جنادة جندبك المكنى لو كنينا بأبي ذر لو كنينا واحدا واحد بو أها واحدك من أبناء هذه القبيلة كمدا لكنه جندب كان وحو أها جندب أما أبو ذر وإسكوميد يمتاز من كالصعام بوأها منهم أبناء الحق وذنا كالصعام بجرأة القلب قلبي قد إرنانتي سنة كالصعام إي ورجاحة العقل عقلي عليسكي سنة كالصعام إي وبعد النظر أركتدا فقاشه إذنا كالصعام صابوا أبو ذر وكمد أها قبيلة عن غفار ورقا كيدا سيدا عن صوت المعني أو أها متكمد أهبو أها أسيدا أو أيضو كبشا لكنها كبشا وكسرنا أو أيضا لم يدمعه وحيالا برمو كسرنا حق قلبنا وكجبدلنا عقلنا وكجبدلنا أركتدا فقن وكجبدلنا نن وحوها قلبي سوء ونفسي هاي نن وحوها عقلي سوء ولسي هاي وميزان ولي هاي عقلي بدن وحوها نن أركتدي سأي فكتك معايا لي وحا أمو قطي وحا قومك سمركا أي هايستين وعقيدة أهان يدين أهان أي هايستين إيا سيدا تقن كوروها قومك مدنيني سنصحي هين أرنت أمرك أبو ذر أسيغ ويؤمه قد أيضا أمركاس وحي من الله كإمانا وكحرين يهين أي سنجرين دمير كيسي عقل سعودي دانا وحي أمرك قوم كيسا يكون لكترين وعقيداهان يطلقناهان انتبه يؤمن لكترين وبأنه أبا ذر كان أبو ذر وحوأها يضيق مدع الارتياوى يا أيوها أشد الضيق عريري كم أقدر ما شرب بهذه الأوثان أصنامتا متكو عريتيوا يا أيوة التي أوثانتا صو يعبدها أوثانتا قومه أي عابدايا من دون الله ألا سكودي سنة أي عابدايا ويستنكر وحو إنكراي أبو ذر ما أي إنكراي وجد أبو ذر عليه ما العرب كهلي من فساد الدين الدين كفساد في سحال وهذه ما إيه وتفاهة المعتقد معتقدك لتسنانتي سحال وهذه ما أبو ذر من كوكو دريما عرير ما هي سنن قناع ما هي سنن كما قناع سنن قوم كي سسر الأبق مجرين إيه وحي الدين أهان وهي سنن ما وصنكو قناع سنن عرير أبو دريما أصنام تأي قوم كيسا أي عابودا يان ألا سكوريس كما كان أحسنين بقى ماذا حنحن أي قوم كيسا لها يان نمو سنقو كان أحسنين وحو إنكري جري وحا عرب تقود أهان حلقا دين أهان أي وهيستين مرحبا إيوه معتقد كالليد سن أوحن عن قيمها لهين وي عرب تأي آمن سنين وحيالها أبو ذر إنكري جري وحكى لنا ما يهين عقلي ساوك أو أها عقلي لما يستران عقلي مجرد كيسا هدي لغا الشقي سيو سوى عن لغا الشقي سيو واصفة أو وحفي عن إيا وحفن كالسو عيسى عقلي طيب مركنين عقلي بضانو أركتدي سأي فكت هايو نية صنبو أها أبو ذر ويتضلع أبو ذر مركا وحو أحنقل تاقاي
ilaa duhuuri nabiyi nabi inuu soo daahiro, nabigoo jadiidin cusub, nabigoo yamla'u buuxinaayo nabiga cala annaasi dadka dushood, cuquulahum naaska cuquushooda ku buuxinaayo, wa af'idatahum naaska quluubtoodana buuxinaayo, wa yukhriju saaraayo nabiga hum naaska min adulumaati mugdiyaalaha xaggiina ka saaraayo ila nuuri nuurka intii ka ahna u saaraayo. Abu Dharr wuxuu damac ka qabay, wuu hunguriyeenaay, wuu u xanqaltaagaay nidaamka hadda caalamka uu ku socdo iyo waxa caqiida ahaan iyo diin ahaan loo haysto inay qaldan yihiin waa u muuqatay. Ahlu kitaabkana marka way sheegi jireen nabi in la sugayo oo nabiyo aakhiri zamaan, marka in ay jirto baahi nabiyo aakhiri zamaan inuu soo baxo oo dadka uu toojihiyo oo dadka caqiidada iyo akhlaaqdaba uu ka dhiso, xilligii loo baahnaa inuu nabi soo baxo in la gaaray. Arrintaa marka Abi Dharr way u muuqatay, nabi marka dadka cuquushooda buuxiya, quluubtoodana buuxiya, ka saara mugdiga dadka ay ku dhex jiraanna nuurka u soo, ila dadka mugdiyaal bay ku dhex jireen xilligaa, caqiidadii baa maxaan idhaahdaa ee ka qaldan, dhaqankii baa ka qaldan, afcaashiyaa qaldan, aqwaashiyaa qaldan, niyaddii baa qaldan. Taas marka waa mugdiyaal oo macnabi ah, laanna ma kala gartaan caqiidada wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu raali ka yahay iyo midda qalloocan ma kala gartaan, aqwaasha wanaagsan oo ilaahay uu raali ka yahay iyo midda kale ma kala gartaan, afcaasha la samaynaayo uu ilaahay raali ka yahay iyo midda kale ma kala gartaan. Sidaas daraaddeed marka waxay ku dhex jiraan dadka mugdi oo macnabi ayay ku dhex jiraan, waxay u baahan yihiin marka nuur oo macnabi ah inay helaan, way kala gartaan caqiidada saxda iyo midda qalloocan, aqwaasha saxda iyo aqwaasha qalloocan, iyo afcaasha saxda iyo afcaasha qalloocan inay kala gartaan. Mugdiga marka oo macnabiga ah wuxuu la mid yahay mugdiga xisiga ah, qofka hadduu ku dhex jiro mugdi xisi ah ma kala garto tilaabtuu qaadayo meeshuu dhigaayo, ma kala garto qodaxda durayso iyo dhalada durayso iyo kurtanka asiga uu ku dirsanayo, tiirka ka hor imaanayo, derbiga ka hor imaanayo, waxba uma jeedo, mugdi buu ku dhex jiraa. Laakiin markuu nal helo, iftiin uu helo, waxaasoo dhan way u kala muuqanayaan, waxa asiga dhibaya iyo waxaan dhibaynin way u kala muuqanayaan. Tilaabtuu qaado meeshuu dhigaayo wuu garanayaa inay tahay meel ku habboon iyo meelan ku habbooneen, ilaa nuur oo xisi buu helay. Sidaasoo kale marka mugdi oo macnabi ah oo kaa la mid ay dadka ku dhex jireen waxayna u baahnaayeen nuur macnabi ah inay helaan oo mugdiga ay kaga dhex baxaan. Aragtidaasoo dhan Abi Dharr way u muuqatay xilliga. Fuma tatanaahat, waxaa soo gaartay ilaa Abi Dharrin, Abi Dharr intii kaa waxaa soo gaartay, walxaal huwa Abu Dharrne fii baadiyatihi, baadiyadiisa dhexdii uu ku sugan yahay, akhbaaru nabiyi nabiga akhbaartiisa soo gaartay, nabigaasoo aljadiidi ee cusub, alladii nabigaasoo dahara soo daahiray nabiga, fii makkata maka dhexdiina ka soo daahiray. Faqaala Abu Dharr wuxuu yidhi liakhiihi walaalkiisa wuxuu u yidhi aniisin, aniisna ah waaye daakha, indaliq tag, laa aaban laka aabo kuma sugnaadee ilaa makkata maka intii ka ah tag, waqif ogow, soo ogow calaa akhbaari haada rajuli, rajulka kan ah wararkiisa soo ogow, alladii rajulkii oo yazcumu sheeganaayo annahu rajulka nabiyu nabi inuu yahay sheeganaayo, wa annahu rajulka ya'tiihi rajulka waxyun waxyi inuu u imaanaayo sheeganaayo, min assamaa'i samada xaggiina uu uga imaanaayo, wasmac maqal oo dhegeenso shay'an shay sheegoo min qowlihi rajulka hadalkiisa xaggii ka ah,
waxmilhu shayga ilayya aniga ii soo xambaar buu yidhi. Abi Dar asigoo sidaas maskaxda uga shaqaysiinayo fikirayo ay u muuqato caalamka mugdi inuu ku dhex jiro uuna u baahan yahay iftiin, waxaa soo gaartay isagoo baadiyihiisa iska joogo nabiga akhbaartiisa soo gaartay in magaalada Maka uu ka soo daahiray shaqhsi dhahayo nabi baan ahay, risaalaan min allaahi ka wadaa, akhbaartaasaa soo gaartay. Nin asiga la dhashay oo Aniis la dhihi jiray, sidaasuu noo xarakeeyey, Aniis la dhihi jiray buu la hadlay, wuxuu yidhi qorodo magaalada Maka aad buur, laa abaan laka aabo kuuma sugnaadee, macnaha waa kelimo oo ammaan iyo haydaarinba loo adeegsado, laakiin hadda ammaan unbaa loo jeedaa, hadal qabsi ahaan bay carabta isaga isticmaali jireen. Aabo kuuma sugnaadee ee Maka aad, ku dul istaag rajulkan akhbaartiisa, bimacnaa soo ogow rajulkan oo magaalada Maka ka soo daahiray, sheeganayo inuu nabi yahay, sheeganayo waxyi xagga samada inuu uga soo deganayo. Rajulkaa akhbaartiisa soo ogow, xog fiican iga keen, asigana la kulan, hadalladiisa soo dhegenso, hadalladaad ka soo dhegensatayna soo xifdiyo, ii keen buu yidhi, waan kaa dhegensanaya hadalladiisa. Walaalkii buu soo diray, dhahaba aniisun, aniis baa soo baxay marka Abu Dar walaalkiisa Aniis ilaa Makkata Maka intii ka ah buu u soo baxay. Waltaqaa Aniis birasuuli, buu la kulmay salawaatullaahi calayhi wasalaamu, wa samica Aniis minhu, rasuulku ka dhegaystay. Thumma caada Aniis ila albaadiyati, baadiye ayuu isaga laabtay. Fatalaqaahu Aniis Abu Darin, Abu Dar baa la kulmay, fii lahfatin, mamanaasho ama jeceel dhexdii buu kula kulmay. Wasa'ala, wuu su'aalay Abu Dar hu Aniis, can akhbaari nabiya, nabiga akhbaartiisa xaggiyuu ka su'aalay, nabigo aljadiidi ee cusub, fii shaqafin, hilow dhexdii buuna ku su'aalay. Abu Dar walaalkiisa Aniis wuxuu u hoggaansamayay amarkii Abu Dar, baadiyihii buu ka soo baxay, magaalada Maka ayuu soo aaday. Waxaa Ilaahay u suurageliyey inuu la kulmo Rasuulka calayhi salaatu wasalaam, uuna dhegaysto hadalladii Rasuulka. Kadib Aniis wuu soo laabtay, baadiyihii wuu u soo laabtay. Abu Dar marka wuxuu sugayaa uu mamanaan iyo jeceel iyo rabitaan uu u qabaa walaalkiisa Aniis inuu la kulmo oo uu ka dhegaysto akhbaartii ku saabsanayd nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo ogaaday iyo aqwaashii hadalladii uu ka soo naqliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam. Markaasuu su'aalay asigoo hilow u qabo sheekada, daneenayo oo xiiseenayo sheekada, ayuu waraystay. Faqaala, wuxuu yidhi Aniis, asigoo ka jawaabayo su'aasha Abi Dar, laqad ra'aytu, waxaan soo arkay, wallaahi aan ku dhaartay, ee rajulan, nin baan soo arkay, rajulkoo yadcuu, wacayo rajulka ilaa makaarim alakhlaaqi, dabeecadaha kuwoodii wa wanaagsan intii ka ah dadka ugu wacayo, oo wa yaquulu, dhahayo rajulka kalaaman, hadal dhahayo, kalaamkaasoo maa huwa kalaamka bishicri, shicir aan ahayn. Wuxuu yidhi Aniis, ilaah baan ku dhaartay, waxaan soo arkay nin oo dadka wacayo, akhlaaqda wa wanaagsan dadka ugu wacayo, wax wanaagsan dadku inay ilaahay waxidaan, inay ilaahay keligii ay caabudaan, inay maxan iraadaaye talooyinka iyo turjihaadka waxyiga ilaahay xaggiisa ka imaanayo inay ka qaataan, wax walboo wanaagsan, run sheegista, dhoorsanaanta, silaturaximka, waxbixinta, sabarka, dulqaadka, waxyaalahaas akhlaaqda wa wanaagsan nin amraayaan la soo kulmay. Wuxuuna dhahayaa hadal oo aan shicir ahayn, qur-aankii buu u jeedaa, hadal aan shicir ahaynna waa ku hadlayaa, oo ay ku dhammaystiran tahay balaaqo iyo fasaaxo, ay ku dhammaystiran tahay xaqiiqo iyo runna, ay ku dhammaystiran tahay.
فقال أبو ذر وحي له أنيس وحي وماذا يقول الناس ضدك محيدها يام فيه رجلك محيكدها يام ما دام أزيغ وحوان أكسان ضدك وقوي إيراي ضدك محيدها يام أيك شباب علم تودواسل فقال أنيس وحي يقولون الناس وحيدها يام إنه رجلك ساحر واي سحرال وكاهن واي كتاب قابلو وشاعر واي قبياء ضدك نساس إنها يام marka siduu asiga u hadlaayo iyo waxa uu asiga dadka ugu yeeraayo iyo siday dadka uga hor imaadsan yihiin isma lahan oo dadka waxay u arkaan inuu saaxir yahay oo sikraalo u yahay waxay u arkaan inuu kaahi yahay waxay u arkaan inuu shaacir yahay faqala abu dhar wuxuu yiri wallahi ma shaqayta li qaliilan ولا قضيت لي حاجة كما قنعن جبابت ولالك أنيس وأكيني محايا لوحائس جدا إنو أسيق ذاتك وناك أهو وعه أيبون مدحن أي كل جبابا محاقل دان أبو ذر مركز أشاب إسويدي وحيري والله يا أنقل أرتي ما شفيت ما آذن عافي ما آذن عافي ما دينين لي أنيغا غليلا أون ما أذن إغا عفا ما ذنين أون ما أذن إغا الشافينين ولا قليت ما أذن قدين لي أنيغا حاجة باهين ما أذن إغا قدين أون كي أنيغا إهايي أو إغا هايي من كاني أخبار تيسي أو آن ربي إنان كعقنا ذو ما أنان كعقنا نمبو حاجة إيو باهدا أنيغا إغو چرتي أو آن ربي إنان كدرغو من كان أخبارتي سنة ما أنا نكدر جنبي ما أنا نقدر شنو مركا فهل أنت أديك مطة هاي بوير ولا لك أنيس ولا هاد لا كافن متكفلا عيالي عيالك يكفلا حتى أنطلق كي أنطلق سي أن أنا أتغو أو فأنظر أن أصوفيريو في أمره رجل كان أريك سأل أصوفيريو عيالك مكو آداب ويرو مصاريف تمسين كرتا هدان عنيقا بحق ومقالة مكا آدو انتا عنيقا مقانا هاي عيال كي ما يقفل انتا ومبيلي كرتا فقال أنيس إلى نعم ها وكو آدا عيال انتا تسو الله ونيس حاس كاقي يعروب تالا عنيقا مصاريف تسينا يو أرض بل سوروا وحفت ليس الخبر كالمعاينة ويان wax lagu sheegay iyo waxa adiga soo aragtay oo soo dul istaagtay way kala duwan yihiin kolka Abu Dhar marka asiga sidaas uu marka go'aansaday inuu asiga xaqiiqada soo dul istaago walaalkii ba marka uu nasiixinayo wuxuu yiri ciyaalka aniga ku filane orodo adiga dhaqaaji oo xog soo ogow walaakin hasay sheekh kun adiga ahaaw ala hadarin diktoonaasho dushi ahaaw من أهل مكة مكة أهل كذا حقين دكتورا شنو شيكا أهل مكة كدكتورو أو إسكتشر محايا لما أقول أيهو نين كاني نبني ماذا الشيغان أيهو إن لك كل مؤيو عد الرادين يسهدي أركان وحويا ويكهر إستاقا يا وحا صورة قلا إني دباتي يا مركا يان لغو فهم إن إناد أسيق الرادين يسد أو أدربتو إناد أسيق لك ولنتو أهل مكة يسنقو فهمين maxay yeelay loolan ba ka dhaxeeya asiga iyo ahlo makka asigana taageero ugu raadinaya ayaguna waxa weeyaan ayaga taageero raadinaya cid walbo ay nufusooda ugu sheekeynayso inay asiga taageeradiisa ay ka mid noqdaan way hor istaagayaan xataa in lala kulmo ma ogola in lala kulmo xataa ayaga ma ogola ilaa ayagu waxay u arki jireen fasaaxadiisa nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo xaqiiqada uu ka hadlaayo qofkii markaa nabiga la kulmo sin cadaalad oo insaaf lehna ku dhageysto inuu ku qancaayo waxa uu nabiga kaleey salaatu wasalaam soo jeedinayo marka waxay ku talageli jireen hadalba inaan laga dhageysanin inaan lala kulmin taabay marka ku dadaali jireen taa marka Aniis uu soo ogaaday xogta marka walaalkii Abi Dharbu marka siinaya tawjiih buu siinayaayo haddaad magaalada Maka tagto is ilaali oo ahlu Maka iska ilaali sidaa تزود أبو ذر أبو ذر بأمركا
صحي قاتي لنفسه نفسدي سوء صحي قات وحمل أبو ذر معه أبي ذر معي سوح صاحا بار قربة ماء بيو وبليس قربتك سوء صاحات قربة صغيرة ير واتجه أبو ذر وجهس من غده بردي سحجد أي كجهس إلى مكة مجالة مكة انتكاء أيون أصوشيس يريد حال أصيغو أدونا يا أبو ذر لقاء النبي نبي قال لكل أنك سأصيغو أدونا إيا والوقوف أغاشو أصيغو أدونا على خبره نبي قال خبر كي سأو أغاد بنفسه أبي ذر نفسه سنو أغاد أبي ذر مركا سفر بأسوسو دياري صحي دي سوسو ديار صدي قربتي بيها أيو صاحب بارصدي دابدي سوصاقة مقالة مكو أسو جهز تأسيب الروائن ونبي قال لك الماء حقيقة نبي عليه الصلاة والسلام وقصوه قال بلغ أبو ذر وقصوه قاري مكة مقالة مكة يسوه قاري والحال هو أبو ذر متوجس مد دريما يؤوي هاي خيفة عبسنا دريما من أهلها مكة أهل كيدنا وكعب صناعي أبو ذر مقالة مكة يسوق قاري أصيغو الدريما عبس الدريما وأهل مكة كعب صناعي للدقنين باهور الله صوصي يو ولكن أنيس ما الدقنين صوصي فقد تناهد إليه إلى أبي ذر وحاسوق قارتي لنعيك لي وحاكسوق قارتي أخبار غلبة قريش عرضوا له أخبارته لآلهتهم آلهذو ذا درتين أيو عراضين إيه وتنكيلهم قريش قبشدو ذا أخبارتي باسوكا بكل من أي قبان آيا من كو تحدثه من كان نفسه من كان نفس الديسة أي أشيكين يسو باتباع محمد راعدين أي أشيكين يسو أبو ذر ولكن هو أشيكين لنعيك لنا وحاكسو قارتين قريش إن يا عراضين آلهذو ذرتي أيو عراضين معايا للدعوة هي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أولي يمت باوحي أباريس وهرينتي مسألة التوحيد كأم بي أباريس إلهي سبحانه وتعالى إن لو وحيدو ومعنى هذا هو يهي إلهي كريق إن لعابدو وعدك لا أن للو ذا جنين عبادة الشريك أن لو يهي قريش نمرك وحيو أركان آلهدا أصنام تا إن أي إله سبحانه وتعالى أي وحل وداقا تاسا مركا وحي كنتي إن أي عرضان ما دام آلهدا ذو نبي كت المامي إن أيهين وحي أي قعمه وقصة مستين أوكليا أو أيهين وحن وحبت نبي كريم هدي أن لعابدين هدناء وحن فعي كريم هدي لعابدين تابي مركا كعرودين أيون وحيو أركشرين آلي هذا إني وحدي كران وحنا أي أنفعي كران أوضر إيا نفعي انتبه أيليهين سامين أيليهين سيدا بيو أركايين ما داما مركا وكهر يمت شركي أو توحيد كستو سوا أباري عقيدة ما أكتا شريعة مركا يسود ديك تيبا فقط هربا عقيدة ستو سوا أبارتي لأن عقيدة ماها وح أخبارها دي بحصنان إيون نحن حاد نمو وح أخبارها يا ما أحكامتك لا ترتيب بي شريعة وجه ديسي وحيالها الإسبري وحيالها الإسكرية بينا ترتيب بها الإسكرية بي لكن عقيدة مركة ربا ستو صلى الله أباري تاسا مركة وحي كنت يقول إني كهري مادان نبي عليه الصلاة والسلام قف والبو أي نفس ديسة وغشي كيني سئن محمد أورا عنه إني قبطان أي عقابان عقوبة قفك غير كيسانا لغو عبس قلنا أيهم لبعنا يحقابا طيب لذا لأجل ذا ما ذكرك دراديس كره أبو ذر وحو نعي أن يسأل أبو ذر أحدا إنه سؤاله عن محمد حجي أوك سؤاله لأنه أبا ذر ما كان أبو ذر موصا إهان يدري مد قرانا يا أبو ذر أن يكون هذا المسؤول
min shiicatihi nabiga taageerayaashiisa xaggood miyuu ka ahaan doonaa am amise ma ahe min caduwihi maxamed cadowgiisa xaggii miyuu ka ahaan doonaa ma garanayo maadaama quraysh ay cuquubo u geysanayaan qofka ay nafsadiisa ugu sheekaynayso maxamed inuu lahaa asagana meesha uu ku yahay nin qariib ah wuxuu nacay axad inuu su'aalo maxamed xaggii uu ka su'aalo oo uu yidhaahdo warheebe maxamed baan rabaa sidee baan ku heli karaa intee buu ku sugan yahay maxamed inuu yidhaahdo laannahu hadduu ku fududaado qof su'aal uu weydiiyo ma garanayo qofkaas su'aasha uu weydinayo taageerayaasha maxamed inuu ka mid yahay iyo mucaaradka maxamed inuu ka mid yahay ma garanayo asigana waa nin qariib ah ciduu magaalada ka garanayo uu ku soo degtayna ma jirto xataa way adkaanaysaa qofka markaasoo kale nolosha xataa meel uu ka bilaabo way adkaanaysaa meel aad adiga cid aad ka garanaysid aysan jirin oo adiga keligaaga aad ku tahay cid kaaga soo horaysay iyo cid kugu soo dhabaynayso iyo cid ku marxabaynaysa aysan jirin xaqiiqadeeda iyo xugta xogteedii inaad hesho wakhti badan bay qaadanaysaa kolka haddana shaqsiga aad raadinaysid hadduu yahay shaqsi cadowgiisa magaalada uu ku badan yahay aan la ogoleen in lala kulmo shaqsiga noocaa haddana inaad la kulanto way sii adkaanaysa ayib walamaa aqbala alleylu habeenkii markuu soo qaabilay idlajaca abuu dar fi lmasjidi masjidkuu iska seexday masjidku waxa weeyaan asiga ma'wal masaakiin waay ma'wal musaafiriin waay maxaa yeele cid si goona u leh ma jirto qof walbaa iska soo geli kara asiga cid looga amar qaadanayana ma jirto marka masjidkii habeenkii markuu soo qaabilay masjidku iska seexday famara bihi abii dar waxaa soo maray caliyu baa soo maray caligoo ibnu abi aalibin radia allaahu canh fa carafa cali wuxuu aqoonsaday annahu rajulkan gariibun inuu yahay nin musaafir ah fa qaala cali wuxuu yidhi halumma kaali ilaynaa annaga noo kaali ayuha rajulu rajulkaanu cali ibn abi aalib baa masjidka soo maray abuu daroo masjidka dhex jiifa ayuu arkay wuxuu gartay ninkan inuu yahay nin gariib oo musaafiroon deegaanka ahayn ilaa dadka deegaanku way isgaranayaan qofka qariibkaoo musaafirkana waa la garanayaa astaamo lagu gartuu leeyahay ninkan inuu qariib yahay buu gartay markaasuu yidhi nakeen xaafaddii baan aadayna si markaa uu u marti qaado ninkan musaafirka ah famadaa abuu dar macahu cali maciisuu tagay marka cali baa masjidka ka soo waday wa baata abuu dar leylatahu abii dar habeenkiisa cindahu cali agtii buu bariyey cali gurigii buu bariyey habeenka wa fi sabaaxi subaxi una sheegi maayo danta iyo hadafka asiga uu u socdo ille ma garanayo ninkan inuu ka mid yahay nabiga ansaartiisa taageerayaashiisa inuu ka mid yahay iyo nabiga mucaaradkiisa inuu ka mid yahay ma kala garanayo marka inuu ku degdega ayuu nacaya inuu ku degdega ayuu nacaya wa fi sabaaxi subaxi cali asigana su'aali maayo maxaad u timid magaalada halkiibaad ka timid hadafkaaga muxuu yahay ujeeddadaadu maxay tahay dantaadu maxay tahay dhihi maayo waayo waxaa jirtay dhaqanka carabta baa wuxuu ahaa qofka musaafirka ah ilaa saddex habeen laga marti qaado lama su'aali dirin hadafka iyo danta asiga uu u yimid magaalada qaacidadaabay marka cali asigana uu ku socdaa ka qaadi maaya axwaasha socodkiisa ujeeddadiisa waxa ay tahay wa fi sabaaxi subaxi dhexdii xamala abuu dar wuxuu soo xambaaray haddana qirbatahu qirbadkiisuu soo xambaaray iyo wa miswadahu kiishkiisi ayuu soo xambaaray wa caada abuu dar ila almasjidi yuu isaga soo laabtay duuna an yas'ala axadun axad inuu su'aalo la'aan axadkoo minumaa abii dar iyo cali ka mid ah saaxibahu saaxibkii can shay-in inuu su'aalo la'aan subaxi haddana qirbadkiisa biyaha uu ku watay buu iska soo qaatay iyo kiishka oo dacaamka uu ku ridanayuu soo qaatay masjidkuu u soo laabtay maalintii masjidkuu iska dhex joogaa cali iyo abii dar labadooda midba midka kale waxba su'aali maayo calina ninkan wuxuu u marti qaadayaa inuu yahay nin qariib ah oo keliya haa
ثم قضى أبو ذر وحوقتي يومه مالنتي سيومك الثانية أي لبات دون أن يتعرف أبو ذر إنه أغاذي لآن إلى النبي نبي أغاذي لآن نبي موصن أقون سنين لما كل من أخبارتي سمهل مالنتي لبات باو رماطي. فلما أمسى أبو ذر مركو قرابيستي أخذ أبو ذر ملجعه جيف كيسي أيو قاطي من المسجد مسجد كحجب وكقاطع وهبينك لبعض هدنا مسجد كو اسكو دياري انو اسكسح ومسجد الحرام كي. فمر علي رضي الله عنه علي باصومري فقال علي وحويري له لأبي ذر وحويري أما أنا مدبان ميا للرجل رجل كأمدبان ميا أن يعرف رجل كأنو قرطه منزله رجل كقريبي سئنو قرطه guriga xalay la geeyay lagu marti qaaday oo uu ku hoyday caawana inuu soo aado ma gartamay abuu yiri weli ma baranay ma yaaman sirka uu soo waday haddana habeenkii laba ee wuxuu rabaa xalay to maadaama guriga la geeyay lagu marti qaaday inuu iska yimaado haddana guriga asigana ninkani masjidku isku diyaariyay inuu iska saxdo fuma istahaba ali bu abadarbu la saaxibay macahu ali micibu la saaxibayo uu soo waday فمات أبو ذر عنده عند علي أيوبري ليلته أبي ذر ليلة ديسة ليلة الثانية تأل فمات أبو ذر عنده عند علي أيوبري ليلته أبي ذر هبين كيسة ليلة الثانية تأل ولم يسأل أحد ما سؤال أحدكم منهما أبي ذر يا علي كم صاحبه صاحب كيف عن شيء ما سؤال لسمه ورئيسته إلى يسد حبيب ساسا نقن وأهل وعاد وأهل طيب فلما كانت الليلة مركي لقاري ليلة الثالثة أسد حال قال علي علي وحويري لصاحبه صاحبك وحويري ألا تحدثني ميادا إيشيغين عما ما الذي حقي ميادا إيشيغين أقدم السوق ليماغا كأذيغا إلى مكة مكة كسوق لي نيو ميادا إيشيغين بويري sababta magaalada maka aad u timid waa weeki saddexaad waayo waa xilliga markaa la su'aali karo in maxan iraadaayo qofka sababta uu u yimid wax laga weydin karo socodkaaga oo ku aadan magaalada maka ujeedadiisa muxuu yahay halkee baad ka timid su'aalaha buu weydiiyey abuu dharna nin aad u caqli badan buu ahaa nin degan oo miisaan lehna wuu ahaa nin dhacdhaco oo degdego oo fudeedka ka batay ma uusan ahayn nin aad wax u qiimeeyana wuu ahaa faqaala abuu dharin abuu dhar wuxuu yidhi la xaaladda magaalada marka ka jirto iyo loolanka iyo siyaasadda ka jirto buu ka warqabaa marka xubna wuu raadinayaa inuu xub helana wuu rabaa inuu faashil naqdo uu fishilmana ma rabo faqaala abuu dharin abuu dhar baa wuxuu yidhi marka in acdaytanii haddaad i siiso ميثاقا بلن لا أتكيي أن ترشدني إن أديها نونيني سيد هداد أغسيسو إلى مانع أدوها نونيني سيد أضرب أنيقا عن دلباي فعلت وان سمينا يا بابا هداد إلى قشو بلن لا أتكيي وأن لقب بحين بلن تمرك أدبقوا إلى لنجرين أيبو هداد بلن إلى قشو أدبقوا لب بلن تو هدان كوشيغو socodkayga iyo safarkayga ujeedadiisu inaad igu hagaysid waxa aniga aan rabo haa adigu waxaad doontid aaminsanaa waxaad doontid ahaaw aniga ujeedada aan u socdo iyo waxa aan rabo inaad igu hagaysid haddaad ballan aad igula gasho waan ku sheegayaa buu yiri hadafkayga ballan waa yuu yiri waxaad adigu rabto waa kugu hagayaayay ii sheegdu faacdaa cali فأعطاه أبا ذر علي علي أحوسيي ما أراد أبو ذر وحأو دوني من ميثاق بلن حالو حالو بلن تي أبو ذر أوربي علي أحوسيي ووكا أقبلي وانكوكو هكا يا أبو يلي وحا ديك أرد تدئشك بلن ويان إن انكوكو هكا يا وحا أدو غرف هدو مركا شاكا يا سعود كي سعود فقال أبو ذر أبو ذر باوحو يلي لقد قصدت مكة مجالا مكة أيان أسوى قصدي أنيقا
min amaakina goobo xaggiyaanna ooga soo qastay amaakintaasoo baciidatin oo fog abtaqii xaal aan dalbaayaan maka u soo qasday liqaa'a nabiye nabi la kulankiisii aan dalbaayo nabigaasoo aljadiidi ee cusub wa samaaca shayina aan dalbaayo shay maqalkiisa shaygoo mimaa maladiigii ka mid ah yaquulu nabiga shayga uu dhahayo magaalada maka ayaan u soo qastay amaakin baciidaa baan uga soo qastay marka waadii wadaan iyo magaalada maka dhul dheer baa u dhexeeya waxaana doonayaa buu yidhi nabigaan cusub inaan la kulmo inaan dhegaysto hadalladiisa inaan dhegaysto wax kale ma aanan u soo bixin intaasaan u soo baxay xaqiiqo buu raadinayo marka ninkuu la hadlaayana waa caliy ibn abi taalib waa nin ilaahay owliyadiisa ahoo nabiga shiicadiisa iyo ansaartiisa ka mid ah weeya dadku asaga ka baqaayo ma ahan fanfarajat asaariiru caliyin cali wejigiisa jiitimayaashiisa ayaa furmeen radiallaahu canh asaariir waxa weeyaan wejiga wuxuu leeyahay jiitimo jiitimaha iyo xariiqamaha wejiga uu leeyahay way kala baxaan qofka markuu farxo way iftiimaan kolka cali aad buu ugu farxay ninkan oo meel fog ka yimid oo nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimid rabo inuu nabiga la kulma rabo oo soo maqlay dacwada nabiga calayhi salaatu wasalaam meel fogna ka soo maqlay aad bay marka cali arrintaa ay u farax gelisay radiallaahu canhu wa qaala cali wuxuu yidhi wallaahi aan ku dhaartay hadduu marka towjiihaad siinaya innahu nabigaas la rasuulullaahi ilaahay midkuu soo diray waayo xaqan dhab ahaan ilaahay uu u soo diray wa innahu nabigaas la rasuulullaahi xaqan waayo wa innahu nabigaas la rasuulullaahi xaqan waayo ninkaad adugu soo maqashay oo aad dartiisa u soo baxdayo masaafo baciidaa aad dartiisa u soo jeexday oo aad rabto inaad wax ka dhegaysato ogow haddaan kuu sheegayaa waa rasuul alle oo xaq ahoo rasuulnimadiisa iyo risaaladiisana dhab ay tahay aysan been ahayn waa ugu celceliyey ee wuxuu yidhi fa idaa asbaxnaa haddaan waaga bariisano habeen bay sheekaysanayaan cali gurigiisay ku sheekaysanayaan haddaan waaga bariisano fatbacnii isoo raac buu xaytumaa meel iisoo raac sirtu aniga aan u soconayo fa in ra'aytu haddaan arko shay-an shay haddaan arko shaygoo akhaafu aniga aan ka baqaayo shayga calayka adiga aan kaaga baqaayo waqaftu aniga waan istaagayaa ka annii waaba anigo uriiqu daadinaayo almaaa biyo daadinaayo fa in malaytu haddaan tagane fatbacnii isoo raac xataa tadkula ilaa aad ka soo gasho madkhalii aniga makaano gelitaankayga waako wuxuu yidhi haddaan waaga bariisano isoo raac meeshaan aniga u socdo u soo soco adigana haddii aniga aan arko shay oon adiga kaaga baqaayo macnaha shaqsi mucaarad ah oon kaaga baqaayo inuu kugu fahmo inaan aniga ku wado oo nabiga xaggiisa aan kuu wado waan istaagayaa buu yidhi aniga qiftu waan istaagayaa oo aniga oo biyo daadinaayo oo kale biyaha marka wuxuu u jeedaa bool kaadi ayuu u jeedaa waxaan iska dhigayaa nin meel ku kaadinaayo oo kale adigana marka waxaad iska dhigaysaa nin aniga aan ila soconin oo kale in adiga iyo aniga aan isla socono yaan la fahmin socodkanaga yaan la fahmin laana laba qofoodoo isla socoto iyo laba qofoodoon isla socon waa la kala fahmayaa marka aan u ekaano markaan socono laba qofoodoon isla soconin oo kale tayeb shaqsi aniga aan ka baqaaya haddaan arkani baaq baan ku siinayaayo nin bool daadinaya yacni nin meel ku kaadinayo oo kalena iska dhigaya waxaad dareemaysaa marka ciriiriga xilligaa jiray iyo dhibaatada diinta laga soo maray iyo sida dacwada ay gaalada ay u caburinaysay unbaad dareemaysaa haddii marka aniga aan dhaqaajiyana isoo raac oo aniga i fiirso adiga meeshaan aniga galane iga soo dabagal buu yidhi habeenkii marka go'aankaasay meel isla dhigeen abuu dhar marka habeenkii farxad
haa habeenkii oo dhan farxad buu maxan idhaahday habeenkii waaga ugu baryay, wuxuu dhararay inuu waaga baryo, ille wuxuu rabaa subaxdii inuu nabiga la kulmo calayhi salaatu wasalaam. Ru'yada nabiga calayhi salaatu wasalaam buu dhararaya oo ah runtii nicmo qaali ah. lam yaqara ma sugnaanin liabi darin abi dar lahaantiisa maljacun makaanu jiif uma sugnaanin tiwaala leylatii habeenkiisa dhirirkeeda shawqan hilow daraaddii ilaa ru'yati nabiyina uu u hilowaayo waayo ma seexan baa habeenkii farxad daraaddii hurdadiyaa ka tagtayba nabiga la kulankiisa calayhi salaatu wasalaam buu u hilowaayo iyo walahfatan mamanaasho iyo jeceel daraaddii ila istimaaci shayin shay dhegansigiisana uu u manaanaa yacni uu uma maayo sheegoo mimaa maladiigii ka mid ah yuuxaa bihi maaga ilaahay nabiga loo waxyoonaayo. habeenkii wuxuu la hurdi waayey hilow oo nabiga aragtadiisa uu u hilowaayo jeceel iyo rabitaan iyo mamanaasho oo uu uma maayo dhegansiga waxyiga ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka imaanaayo nabiga u imaanaayo. kalaamu rabbi alcaalamiin weeyaan waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ummadda soo gaarsiinaa qur-aanka oo alfaaddiisaba loo waxyooday iyo axaadiista oo macaaniyadooda loo waxyooday waxa uu ku hadlaayo dhan baaba marka waa wada waxyi ah nabiga calayhi salaatu wasalaam dhabaqiisaaba waxyi iska ahba wamaa yandiqu can ilhaba in huwa ilaa waxyun yuuxaaba kolka waxyigaas waa hadalkiisoo dhanba waa iska waxyi waxyiga nabiga calayhi salaatu wasalaam min allaahi oga imaanaya dhegansigiina daneen buu u qabaa iyo xiisad iyo hilow aragtida nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasoo habeenkii marka hurdadii baa waa ka tagtay wa fi sabaaxi subaxi dhexdii malaa caliyun cali baa tagay bidayfihi cali martadiisu la tagay oo abii dar ah ilaa bayti rasuuli rasuulka gurigiisuuna ola tagay rasuulkii alkariimi ee suubanaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigiisi ayuu dayfkiisa ula aaday wamadaa abuu dharin abuu dharna wuu tagay waraa'ahu cali gadaashii buu asigana tagay abuu dharna cali gadaashiisuu socdaa yaqfuu xaal uu hogaaminaayo ha yaqfuu xaal uu raacaya dheh abuu dhar huu cali uu raacay uu raad raacayo yaqfuu xaal uu raad raacaya abuu dhar huu cali uu raad raacayo walxaal huwa abuu dharna laa yalwi uusan milicsanaynin calaa shayin shay uusan milicsanayn laa yaltafitu ilaa shayin wa shay uusan milicsanayn xataa daqalaa ilaa ay ka galeen abuu dhar iyo cali cala annabiyi ay u galeen sala allaahu calayhi wasalam faqaala abuu dharin abuu dhar wuxuu yidhi markay nabiga u soo galeen assalaamu calayka yaa rasuul allah assalaamu calayka nabadgeliyo dushaada ha ahaato yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisii salaanta islaamka inay sidaa tahay kolleyba marka inuu cali ka faa'iidaystay ayay u muuqanaysaa salaantaa buu nabiga ku salaamay calayhi salaatu wasalaam ama inuu asiga ilaahay ku ilhaamiyey labadaba waa suurooda maxaa yeele abii dhar hortii salaantan cid nabiga ku salaantay ma aysan jirin faqaala rasuulu rasuulka wuxuu yidhi wacalayka salaamu ullaahi waraxmatuhu wabarakaatuh adiga dushaadana ilaahay naxariistiisa nabadgelyadiisa naxariistiisa barakaadkiisa dushaada ha fa kaana abuu dharin abuu dhar wuxuu ahaaday awala man qofkan ugu horeeya ayuu ahaa mankoo xayaa salaamay manka alrasuula salaamay bitaxiyati alislaamina ku salaamay salaanta islaamka qofka ugu horeeyey ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku salaamay abuu dhar alghifaari buu ahaa fa kaana abuu dharin wuxuu ahaaday awala man qofkan ugu horeeya mankoo xayaa salaamay manka alrasuula rasuulka bitaxiyati alislaami islaamka salaantiisana ku salaamay uma shaacat taxiyadii way shaacday wa cama taxiyadii way camimtay bacda dalika markaa kadib way hirgashay aad bay u shaacday oo dadkii dhan baa laba wada yacni maxaan idhaahdaa ay taxiyadii kala qaateen ayib waako salaanta kadib aqbala rasuulu rasuulka wuu qaabilay salawaatu ullaahi calayh
calaa abii darrin abii dar buu qaabilay, yaducuu xaal asiga oo wacaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam, hu abaadar ila alislaami islaamka intii ka ahna ugu wacaayo. Tashkiil buu bilaabay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, bacda asalaam abii dar buu qaabilay asigoo ugu wacaya abii dar islaam oo macnihiisa uu yahay in loo hoggaansamo ilaahi subxaanahu wa tacaala sharcigiisa loo hoggaansamo, oo towxiidkii la qaato, shahaadateenkii la qaato, salaadii la ogo oo wahaakada. Wayaqra'u calayhi, haa aqbala rasuulu salawaatullaahi calayhi calaa abii darin yadcuuhu ila alislaam, wayaqra'u xaal uu aqrinaayo rasuulka calayhi calaa abii darin alqur'aana qur'aankan uu kutub aqrinaayo. Abuu Darna marka waa nin carab ahoo luqadii yaqaano oo qur'aankan fasaaxadiisa iyo balaaqadiisa hadduu dhegaystay, aayaadkiisa siday u hoorsanayaan, ereyadiisa siday u dhacayaan, miisaanka asiga uu leeyahay iyo dhadhanka qur'aanka uu leeyahay iyo xaqiiqada siduu u taabanayo iyo adduun iyo aakhiro siduu uga hadlaayo, caqliga iyo shareecada islaamka ma og tahay? Caqliga saliimka markii shareecada lagu miisaamo bani aadamka ayagaaba u baahan caqiidada islaamka, waa caqiido nadiif ah oo la fahmi karo oo dadkana laga dhaadhicin karo markii la fiiriyo caqiidada islaamka. Ayib, tii buu marka dhegaystay Abuu Dar. Famaa labitha, Abuu Dar ma negaanin isla markiiba an aclana inuu daahiriyo Abuu Dar kalimata alxaqi inuu daahiriyo, ma uusan ka negaanin. Wadaqala Abuu Dar, wuxuu soo galay fi diini, diinta ayuu soo galay, diinkii aljadiidi ee cusbaa. Qabla an yabraxa Abuu Dar makaanahu, booskiisa intuusan ka zuulin, isla booska kulanka ugu horeeyey ee asiga iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhexmaray, iyo towjiiha nabiga uu soo jeediyey, iyo caqaa'idka nabiga uu kala hadlay, iyo qur'aanka nabiga uu ku dul aqriyey, wuxuu marka isku miisaamay waxyaalihii hore ee ay ummaddu haysteen iyo waxa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu la yimid. Waxaa marka u soo baxday waxa asiga uu filayay inay yihiin bulshadana marka waxay u baahnaayeen hadda inay heleen, nabi cusub inuu soo daahiray ee la sugayay, oo ay bulshada u baahnaayeen, oo bulshada ka saari doono mugdiga, nuurka xaggiina u saari doono nabigaa la sugayay inuu shaqsigan yahay, baa Abuu Dar u caddaatay isla markiiba. Marka kelimada xaqa ayuu halkaa ka muujiyey, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah, sidaasuu marka ku soo galay diinta islaamka asiga oo aan faaruqin makaanka marka ay joogeen. Fa kaana marka Abuu Dar wuxuu ahaaday raabica thalaathatin, siddax, haa midkoodii afaraad buu noqday. Thalaathadaasoo aslamuu, soo islaameen, aw khaamisa arbacatin, ama afar midkoodii shanaad buu noqday. Marka waxaa meesha ka muuqanayso min asaabiqiina ila alislaam inuu ka mid ahaa dadkii islaamka u soo sabqiyeen, saddex baa ka horeysay ama afar baa ka horeysay oo islaamka ku soo biirtay xilliga Abuu Dar uu nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam, uuna qaatay diinta islaamka iyo dacwada uu qaatay. Walnatruki alkalaama liabii darrin, hadalka aan oga tagno Abii Dar. Qisada marka waxay ku fiican tahay casharka kale in la raaciyo, halka ha iska joogo. Hada wabillahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.